وصف الزرافة: دخل ثلاثة من المكفوفين غرفة بها زرافة، وطلب منهم أن يصف كل واحد منهم ما هي الزرافة، فبدأوا في تحسسها. فقال الأول بعدما لمس أرجل الزرافة: الزرافة أربعة أعمدة على الأرض. وقال الثاني بعدما لمس رقبة الزرافة: الزرافة تشبه الثعبان تماما. وقال الثالث بعدما لمس ذيل الزرافة: الزرافة تشبه المكنسة. وحين وجدوا إنهم مختلفون، فبدأوا في الشجار ويتهم كل منهما الآخر بأنه كاذب، فكل منهما كان يعتمد على تجاربه السابقة ولم يلتفت إلى تجارب الآخرين. الكثيرون منا لا يستوعبون فكرة إن للحقيقة أكثر من وجه.